السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. اليوم حلقة ليس مثل الحلقات التي نضعها لكم في القناة، قناة الاتصالات. اليوم حلقة ديفيرون على الحلقات الأخرين، وكما ترون نحن في شاطئ موليبوس الهام، يوجد قرب مدينة العرائش وبعيد على مدينة القنيطرة تقريبا بساعة. كما ترون شاطئ جميل ورائع، يحتوي على بحيرة وعلى شاطئ هناك. كما ترون هنا شاطئ، سأقرب لكم الصورة. فهناك أناس كثيرون في الجهة الأخرى، وهذه بحيرة جميلة ورائعة. أتمنى من كل المشاهدين أن يزوروا هذا الشاطئ، فهو شاطئ رائع ومناظر رائعة. إذا أردتم الذهاب إلى الجهة الأخرى فهناك الكثير من الزوارق الصغيرة لإيصال الناس، ثمنها 5 دراهم كما ترون في الفيديو. سوف أقرب لكم، فهذه هي الزوارق التي توصل الناس. شاطئ سوف يعجبكم كثيرا كما عجبني أنا. وإذا أردتم المجيء أنتم وأفراد العائلة فهو شاطئ عائلي 100%. كما ترون هنا العائلات. إذا أردتم الذهاب إلى الجهة الأخرى فهناك عائلات فقط، ومحترم كثيرا هذا الشاطئ، شاطئ مولاي بوسلهام كما ترون. شكرا لكم على مشاهدة الفيديو، وإذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الضغط على زر لايك وزر سبسكرايب إذا لم تكونوا شاهدتم حلقاتنا من قبل، والاشتراك معنا في القناة. شكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة جديدة.